من دوار بني وجهان بجيجل بتربية سلالات نادرة من دجاجة الزينة بأسعار لا تقل عن مليوني سنتيم للواحدة. متابع المزيد مع نجمة بوكرش وأيمن عبد الرحيم. براهما، الفيومي والجنواز وأنواع أخرى من سلالات مختلفة لطيور دجاج الزينة التي يقوم الشاب مفتاح الباز بدوار بني وجهان في جيجل بتربيتها قبل بيعها بأسعار لا تقل عن مليوني سنتيم للواحد. عجبوني بزاف من حيث الألوان ديالهم، من حيث لذلك بديت نربي وبديت يعني براهما. الأصل تاعو من الهند، عندي تاني الفيومي وأصله من مصر. كاين البراهما وهو سبرايت، يعني الرشمة تاعو تختلف على الرشمة تاع البراهما العادي، وهذا دجاج غالي، يعني الكوبلة تاعو حوالي 3 ملايين. هي طيور نادرة تختلف عن الدجاج العادي القابل للاستهلاك بألوانها الجميلة المتنوعة التي يتميز بها ريشها الناعم بالإضافة إلى حجمها الكبير. ماهوش لحوم بيضاء تستهلك، ولكن هو دجاج الزينة يستعمل الديكور للناس اللي عندهم فيلات يحطوه في الغازون. هي الكوبلة دير مليون، يعني جاجة وسردوك مليون. نعم، العظمة دير 25,000 تاع البراهمة. بالنسبة للفيومي العظمة تاعو 15,000. الإقبال الكبير على هذا النوع من دجاج الزينة من طرف المواطنين القادمين من مختلف ولايات الوطن شجع مفتاح على تطوير مشروعه والتفكير في جلب بعض السلالات الأخرى مستقبلاً.